شفتي داك لابوند انونس ديال نعم. ديال لا كوب دي موند كلوب شامبيون اللي خلفات السياء بعد خلفات واحد السياء في يعني في على الصوره اللي قدمنا للبلاد على كل يعني ما انا كنت فهم هاد السياء كنت فهم من جهه ومن جهه اخرى كان لا هما دابا هاد السبيساليست كاين المختصين ديال الفيفا كيعطيو واحد الصوره على حسب لا سيبل ديالهم الناس اللي كيستهدفوا طبعا فاش غادي تجيب الماني ولا غادي تجيب ما غاديش تجيبو باش يشوف توين سانتر باش غادي يشوف السيارات الفريق غادي يشوف الحضاره غادي يشوف العراقه غادي يشوف بالعيوب ديالها واخا الاخوان واحد المجموعه ديال وانا كنتفق معهم جزئيا كيشوفوا بانه كنكرسوا واحد الصوره نمطيه على المغرب اللي ما كنعيشوش ليه المغرب ماشي يقدروا يقدموا وجوه عديده على كل يقدموا الوجه القديم ويقدموا ايضا الوجه الجديد الوجه الحضاري الوجه ديال المغرب بغض النظر على القراءات اللي غادي نديروا اليوم عندكم فرصه بان ديك الصوره اللي كتطمحوا تعطيوها لبلادكم عطيوها لبلادكم في التنظيم في الحضور لان كل واحد فيكم غادي يكون سفير لبلاده باش يدوز ديك الصوره ياك سيدي ما عجبتكمش ديك الصوره وعطيونا صوره اخرى عطيونا واحد السلوك عطيونا واحد الحضور باش فعلا نمرروا هذيك الصوره اللي بغينا ندوزوا للمغرب وبغينا يعرفوا هاد الناس